اهلا بحضراتكم من جديد، ولسه مكملين معاكم في الاهلي الليله والجزء الاخير من حلقه اليوم والخاص بالكره العالميه. احداث كتيره في الساحه الرياضيه، مباريات بتقام دايما السبت والحد، لقاءات الدوريات الكبرى، دوري الانجليزي والاسباني والايطالي والالماني والفرنسي. لكن قبل ما ابدا مع حضراتكم هيسعدني ويشرفني ان يكون معايا ضيفي اليوم علشان يتكلم معانا بالاخبار اللي موجوده، ومحمد صلاح وفوزه بجائزه البي بي سي على العام الثاني على التوالي في افريقيا، الناقد الرياضي ببوابه اخبار اليوم الاستاذ عمر البنوبي. ازيك يا استاذ عمر؟ اهلا بيك يا كابتن عمر. اخبارك ايه؟ كله زي شرفني ومنورني. ده نورك حبيبي، ربنا يخليك. طبعا يعني هبدا معاك من محمد صلاح وفوزه للعام الثاني على التوالي علشان يكمل سيناريو فوز المصريين للسنه الرابعه بافضل لاعب في افريقيا، الجائزه المقدمه من البي بي سي. يمكن ابو تريكه، محمد بركات، محمد صلاح بياخدها العام الماضي والعام الحالي. هل انت شايف ان جائزه محمد صلاح افضل لاعب في افريقيا مقدمه من البي بي سي محمد صلاح يستحقها فعلا، ولا كان في رياض محرز او بنتكلم على بعض اللعيبه الافارقه اللي ممكن ينافسوا محمد صلاح كانوا يستحقوها؟ لا، ما اعتقدش يعني انه في حد تاني يستحقها غير محمد صلاح. يمكن الارقام بترتفع وبتستقر من الموسم اللي فات للموسم ده. شفنا محمد صلاح الموسم اللي فات طبعا موسم استثنائي، ومش هنقدر نقول بعد كده انه استثنائي. يعني دلوقتي خلاص محمد صلاح بيواصل مشواره على نفس الارقام وبينافس على هداف الدوري الانجليزي مره تانية. بنشوفه بيقدم لمنتخب مصر كتير، بيكون موجود في مباريات التصفيات، ما بيتخلفش عن اي مباراه، حريص جدا على تمثيل منتخب بلده، وفي نفس الوقت كمان بيؤدي بشكل ممتاز مع ليفربول، واخرها مباراه نابولي، وشفنا الهدف الرائع اللي سجله، ممكن تخطى فيه كوليبالي. هو دايما من المرشحين دلوقتي للجوائز بمستوى الكبير كمدافع، يمكن من المدافعين القليلين اللي مستواهم عالي دلوقتي في اوروبا من اصل افريقيا يعني. طيب، واحنا بنتكلم معاك كانت بتقام لقاءات الدوري الانجليزي اليوم، هنقول لحضراتكم ابرز النتائج. مانشستر سيتي بيفوز على ايفرتون 3-1 وبيتصدر جدول الترتيب مؤقتا، منتظرا لقاء ليفربول ومانشستر يونايتد بكره ان شاء الله الساعه 6 بتوقيت القاهره على ملعب انفيلد. كريستال بالاس بيفوز وهدرسفيلد بيخسر على ملعبه من نيوكاسل 1-0. رمضان صبحي بيشارك في حوالي 30 دقيقه من عمر المباراه، لكن هدرسفيلد مستوى سيء جدا الموسم الحالي، وانا اعتقد ان هو اقرب الفرق اللي هتهبط الى دوري الدرجه الثانيه. توتنهام هوتسبيرز، واتفورد بيفوز 3-2 على كارديف سيتي، وولفرهامبتون بيفوز 2-0 على بورنموث. واخيرا والمباراه اللي خلاص بتنتهي حالا، فولهام خسران 2-0 من وستهام. هبدا معاك برضه، فريقه 1-0 لعب في اخر 30 دقيقه. يا عمر، هل المؤشرات بتقول ان ممكن رمضان صبحي فعلا يرحل عن فريق هادرسفيلد في شهر يناير، وان هو ينتقل سواء للدوري المصري للنادي الاهلي او للاتسيو زي ما سمعنا في بعض التقارير اللي مكتوبه، ولا انت شايف ان وجوده في الدوري الانجليزي افضل ليه؟ يعني انا شايف انه الناس بتقيم رمضان بشكل قاسي شويه عليه. رمضان في سن صغير، ما زال بيلعب مع المنتخب الاولمبي، بيأدي مع المنتخب الاول، يمكن خطوته من الانتقال من النادي الاهلي مباشره الى البريمير ليج مع ستوك سيتي كانت خطوه قويه بالنسبه للعيب في سنه. ما اعتقدش ان في لعيب سبقه في انه يكون في السن ده موجود في البريمير ليج، قدم موسم والتاني بشكل جيد، كان بيشارك، ارقامه جيده. انا شايف انه بالنسبه لسن رمضان صبحي لا، ارقامه جيده، يعني لما نشوفه بيشارك مع ستوك سيتي في عدد كبير من المباريات، حتى مع هدرسفيلد، يعني هو من بدايه الموسم فريق جديد عليه وبرده بياخد فرص، يعني شارك في 3 مباريات قبل دي ودلوقتي بيشارك النهارده من الدقيقه 60. اعتقد انه رمضان هيمشي في اتجاه انه يتطور ويتكيف كمان مع ثقافة الكرة الإنجليزية، لكن محتاج شوية صبر، شوية وقت، مش محتاج ضغوط كتير من الجمهور. ممكن تكون الخطوة كانت كبيرة شوية، كانت محتاجة بعض القليل من النضج قبل ما ياخد الخطوة دي. مظبوط. دايركت من الدوري المصري ومن أفريقيا للبريمير ليج. يعني كنت أتمنى كمان أشوف رمضان يعني في دوري خفيف شوية، أنه يستوعب كمان موهبته الكبيرة، لأن رمضان لعيب موهوب. مظبوط. ورائع، وقدم مع الأهلي وكان شايل فريق النادي الأهلي في وقت من الأوقات تحت قيادة مارتينيول، وقبل كده مع جاريدو.
اعتقد سوري جوزيه بيسيرو، اعتقد كمان انه يعني نقول ان رمضان لو كان في الدوري الهولندي، لو كان في الدوري الاسباني حتى مع فريق من فرق الوسط وادى باريحيه وبشكل اساسي بيشارك، اعتقد كان تطور المستوى هيزيد في الوقت. هي مساله وقت، انا شايف ان رمضان لا هيكمل، هيكون له فرصه جيده جدا في الاحتراف في انجلترا، هيأدي بشكل كويس، هياخد وقته، بس هي المشكله كان عامل الوقت ممكن ما كانش محسوب بشكل جيد بالنسبه لرمضان. يعني هتكلم معاك على الدوري الانجليزي وعلى مباريات بكره. برايتون هيلاعب تشيلسي الساعه 3:30 بتوقيت القاهره، ساوثامبتون هيلاعب فريق ارسنال على ملعب ساوثامبتون، مباراه قويه جدا. كمان ليفربول ومانشستر يونايتد، هي دي قمه الدوري الانجليزي يوم الاحد الساعه 6 بتوقيت القاهره. لكن قبل ما ابدا مانشستر يونايتد وبعض التصريحات القويه من جوزيه مورينيو ازاي ممكن ليفربول يفوز ويرجع تاني للصداره للدوري الانجليزي، هنروح نشوف محمد صلاح ويورجن كلوب كالعاده زي كل سنه هو بيسلمه جائزه افضل لاعب في افريقيا والمقدمه من البي بي سي، ونرجع نكمل مع حضراتكم. Well, you ready for the moment of truth? I am. You sure? I am. Let's go and find out who it is. Oh, yes, that's right. Quite well deserved. Thank you. Well deserved. It's a fantastic prize for a pretty good player, to be honest. Mohamed, what does it feel like winning this award? Yeah, I'm very happy to win this award. You know, it's a special feeling for me, and I would like to win it also next year. There's always a bunch of people behind that helped to get you to this place. Who would you like to thank? I have to thank everyone, my teammates, the people I work with, and you know, I'm very happy here in the club. I had a very good start with the team, and also the manager helped me to be inside that team. So also I had a last season I had a good season also with Rome, so I have to thank my teammates in the national team also. So also the people I work with, yeah, very professional, and I'm happy with them. Jurgen, of course, his success is also partly due to you. Where does he rank amongst the likes of players that you've coached? I'm a really lucky person. I had the opportunity to work with a few fantastic and outstanding good players together, and I'm happy that it's now with Mo. When I started, he was a kid. When I started as a manager, he was a kid, and nobody could have imagined that we would work together. But yeah, I think the good thing with him is that he's still young. There's a lot of space for improvement, a lot of still potential where we can work on, but that's all. عمر، مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد، وانا عارف ان انت يعني عندك خبرة في الدوري الانجليزي وتعاملك مع الاندية الانجليزية، علشان كده بتكلم معاك باستفاضة في الدوري الانجليزي. كنت المستشار الاعلامي لنادي هال سيتي في الفترة اللي كان موجود فيها في الدوري الممتاز. عايز اعرف منك ازاي فريق ليفربول هيلاعب فريق مانشستر يونايتد في مباراة بكرة، مورينيو في موقف حرج، تعرف ان هو تعثر في الشامبيونز ليج المباراة الاخيرة، على طول مجلس الإدارة حط الضغط أو رئيس النادي حط الضغط على جوزيه مورينيو، تصريحه النهاردة المستفز لفريق ليفربول، قال أنا آخر مرة لعبت فيها ضد فريق ليفربول كانوا أبطال أوروبا، دلوقتي لما بلعبهم هم ما عندهمش أي شيء، لم يفوزوا بأي شيء، ده نصا من كلام مورينيو. هل أنت شايف أن مورينيو ذكي في حتة التصريحات الصحفية، ولا ممكن يورجن كلوب يستخدمها أن هي تبقى حافز للعيبة في مباراة بكرة؟ يعني اعتقد انه هي بتشكل كمان ضغط على يورجن كلوب اكتر شويه. يورجن كلوب واضح ان هو كمان موضوع عدم فوزه ببطوله وبلقب مع ليفربول مأثر عليه جدا. يعني شفنا رده تاني يوم مباشره على خافير اجيري المدير الفني لمنتخب مصر لما قال محمد صلاح لو ما حققش بطوله مع ليفربول السيزون ده يمشي، شوف خطوه ثانيه. فراح يورجن كلوب قال خلاص لو انت كمان ما حققتش بطوله مع منتخب مصر امشي. تمام، الفكره نفسها انه مورينيو بيحاول يشيل الضغط عنه وعن فريقه وعنه بشكل شخصي قبل مواجهه ليفربول، لانه عارف انها هتبقى اصعب مواجهه عليه السنه دي. يمكن هو بيحاول يقول ان ليفربول ما بياخدش القاب، لكن ده مش حقيقي. يعني حتى لو هو ما بياخدش القاب في الفتره دي، لكن احنا شفناه فاينل تشامبيونز ليج، شفناه عنده هداف الدوري الانجليزي. انا كمان نفسي بشكل شخصي ان محمد صلاح يسجل في مانشستر يونايتد، لانه لسه ما سجلش اهداف في مرمى مانشستر يونايتد. اعتقد المباراه هتبقى صعبه شويه، ممكن يكون محمد صلاح يرد على مورينيو كالعاده بانه يسجل هدف في مرمى مانشستر يونايتد في المباراه. ليفربول عنده الحافز الاكبر، ليفربول عاوز يكمل على الاقل شويه في المنافسه، ما تبقاش المنافسه محسومه من بدري زي السيزون اللي فات لمانشستر سيتي بالفارق الكبير
كبير في الاداء وفي الكواليتي اللعيبه وفي استجابتهم لطريقه جوارديولا في يعني كنس كل فريق الدوري الانجليزي طبعًا. من بدري يعني شفنا الريكورد اللي عمله جوارديولا في السيزون بس جوارديولا مش هيعرف يحقق رقم اللي حققه ارسن فينجر خلاص فوز دوري بدون اي هزيمه مش لازم اي هزيمه بس انت شفت ريكورد البوينتس طبعا 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 لكن جوارديولا حزين هو نفسه يكسر الرقم ده طبعا لانه كمان الرقم الحقيقه جماهير ارسنال كمان بتفتخر بيه للنهارده ضد جوارديولا لان هم شايفين انه ارسنال مش موجود على الساحه دلوقتي رغم النتائج الهائله اللي محققها اوناي امري واللي ما كانتش متوقعه ان اوناي امري يقدر يغير شكل ارسنال ويقدر يمشي بلا هزيمه في الفتره اللي فاتت كلها يمكن كمان السكواد بتاع ارسنال مش هي اقوى سكواد موجوده في الدوري الانجليزي لكن اوناي امري واخد معاهم خطوات كويسه اعتقد انه مباراه مانشستر وليفربول عشان ما نخرجش منها هو مجرد تصدير ضغط من مورينيو على فرقه ليفربول وعلى يورجن كلوب اعتقد انه كمان المباراه مش تبقى سهله مفيش حد يقدر يتوقع هي هيحصل فيها ايه لكن اعتقد انه محمد صلاح اذا هو في حالته الذهنيه والبدنيه المعتاده زي ما شفنا قدام نابولي لو كمان في شويه توفيق لانه يعني قدام نابولي ضاعت اهداف كتير من ساديو ماني الجمهور وصلاح يا عمر شايف العلاقه ازاي الجمهور صراحه شايفها ممتازه جدا انا مش شايف يعني لو شفنا المباراه اللي فاتت قدام نابولي الجمهور بيهز الملعب بهتافات لمحمد صلاح طب ما تيجي نشوف الجمهور بيتعامل ازاي مع محمد صلاح وكمان بعد المباراه لما راح اهدى التيشيرت خاص بيه اكيد لطفل بيحبه جدا ودي حاجه مش غريبه على محمد صلاح ونرجع نتكلم بعد ما نشوف الفيديو اوكي يعني مش حاجه غريبه على محمد صلاح انه دايما بيتعامل مع الجمهور او حتى مع الاطفال بالشكل اللي احنا تابعناه وشفناه محمد صلاح بالنسبه لليفربول يعني اسطوره زي ما جيرارد كان اسطوره وزي ما فرناندو توريس كان اسطوره وزي راش وزي الناس القديمه بس انا مش بحاول يعني ارجع بالتاريخ لورا شويه علشان ممكن يكون بعض مشاهدينا يعني ما شافش النجوم اللي كانوا موجودين في العصر الذهبي لفريق ليفربول او العصور الذهبيه اللي كانوا مستوليين تماما بيها على انجلترا محمد صلاح ومباراة مانشستر هل انت شايف ان محمد صلاح على ملعب الانفيلد هيعرف ان هو يهدف في مرمى دخية او يستغل بعض البطء اللي موجود في خط الدفاع لفريق مانشستر اعتقد انه دخية نقطة ضعف رغم مستواه انه احيانا عالي جدا لكن اعتقد انه كمان في مباريات فيها يتحمل فيها اهداف كتير مع خط دفاع مانشستر يونايتد اعتقد ان محمد صلاح لو في عنصر التوفيق لو في تعاون برضو من بقيه اللعيبه زي ما شفنا الماتش اللي فات وما يبقاش في حته اهدار الفرص الكتير اللي احنا شفناها ممكن محمد صلاح يسجل في مرمى مانشستر يونايتد وهتكون دي اول مره يسجل فيها في مرمى مانشستر يونايتد في الدوري الانجليزي اعتقد بالزبط. انه كمان هو محتاج الرقم ده هو محتاج لسه مسجلش في مانشستر يونايتد خالص يعني اعتقد هو محتاج فعلا الرقم ده عمر تابعنا في المباراه الاخيره فيديو عن يعني ولد بيشاهد مباراه كره القدم في ليفربول امام نابولي لكن اكتشفنا ان هو كثيف لا يستطيع مشاهده المباراه لكن موجود مع صديقه بيفرح مع جماهير ليفربول وصاحبه بعد الهدف بيشرح له ازاي الهدف تم تسجيله او هدف محمد صلاح ازاي سجله في قصبينا يعني اعتقد ان منظر اكيد مفيش اروع من كده ومفيش فعلا لقطه تعبر عن كره القدم عن العشق اللي الجمهور كله بيحبه وبيكون موجود في الاستاد ايا كان يعني حد طبعا يعني ربنا يشفيه ويعافيه كفيف او حد تاني من الاطفال الصغيرين بيكونوا موجودين شايف اللقطه اللي احنا شفناها او الفيديو ده ازاي دراما كره القدم يعني دايما ممكن تلاقي مواقف غريبه جوه الملعب سواء بين اللعيبه وبعضها او على او في المدرجات المشهد كمان كان يعني عمر بص المشهد قدامنا انت شايفه يعني هو يعني فرحان من غير ما يشوف ولا يعرف ايه الحكايه يعني بجد منظر يعني فعلا الواحد جسمه اشعر لما اتفرج وشاف ان قد ايه جمهور كره القدم بيحب الكوره للدرجه دي للدرجه ان هو يكون موجود في مباراه وهو بيحب فريق
وصاحبه وصديقه وفي ليه بيبقى موجود معاه بيشرح له الاحداث. انت عارف طبعا ان في ماتشات كره القدم واحد مش بيكون فاضي ان هو بعد احتفال ان هو يتكلم ويشرح ويقول ايه اللي حصل، لكن منظر زي ده فعلا كره القدم مش مجرد لعبه، كره القدم هي حاجه كبيره قوي قوي بتقرب شعوب وطبعا بتحبب الجمهور في نادي وبيبقى فيه انتماءات وفيه وفيه وفيه. فعايز اعرف تعليقك على اللقطه المعبره دي انت شايفها ازاي؟ انا شايف ان ده يعني زي ما قلت لك دي دراما كره القدم، دايما بنشوف مشاهد زي دي ومشاهد كمان يعني اقوى من كده في مدرجات وفي مباريات كتير، بنشوف المشجعين مهما كانت درجه تحديهم للاعاقه او ذوي القدرات الفائقه اللي بيكونوا موجودين في الملاعب، بنشوف مشجع بيسافر ورا فريقه يكون باع عربيته او باع بيته علشان يروح ورا فريقه، يعني بنشوف قصص فيها بنقول دراما فيها وفاء كبير جدا لكرة القدم. هي لغة عالمية يعني زي ما قلت بتقرب الناس من بعض. لنشوف محمد صلاح دلوقتي هو من مصر ويطلع ويكون موجود، هو نجم الشباك في انجلترا بيعمل دعاية لبلده، محمد صلاح هو يعني تقول سفير فعلا لمصر. كنت تتوقع يا عمر نجاح محمد صلاح وان هو يبقى ترند او يبقى هو السوشيال ميديا والصحافة العالمية وكل الناس تتكلم عليه، وكمان لما يبقى موجود في اي مكان وحد يشوفه ما يصدقش ان هو شاف محمد صلاح؟ كنت تتوقع ان ده يحصل؟ كانت صعبه وما حدش في مصر يقدر يقول لك انه كان متوقع ان محمد صلاح يوصل للمرحله دي، لان التجارب السابقه كلها بتقول ان اللعيبه بتوعنا ما كانوش بيكملوا. يعني محمد صلاح لو موجود في مصر في مكان وحد شافه مش هيصدق ان هو شاف محمد صلاح فعلا؟ انا لو شفته هسلم عليه. لا عادي مش هتخض. لا مش هتخض. طب في انجلترا هنتفرج بقى ونشوف. طب تعال نشوف. ده كان محمد صلاح لما حد في انجلترا او لما مشجعه شافته في انجلترا ما صدقتش نفسها ان ده محمد صلاح وطارت من الفرح، ده مو صلاح او ده مو صلاح. فواضح ان محمد صلاح زي ما انا بقول لك العلاقه اللي بينه وبين جمهور ليفربول هي علاقه طيبه، علاقه حب، علاقه احترام، زي ما انت شايف بيوصل مسج عن طريق ازاي العرب ازاي المصريين ازاي المسلمين بشكل عام بيتعاملوا بس عن طريق كره القدم. ودي الرساله اللي احنا حابين ان اي حد موجود في الملاعب الانجليزيه او الاوروبيه بشكل عام ينتمي الى مصر وينتمي الى العائله العرب او افريقيا ان هو يبقى بنفس السلوكيات والاخلاقيات اللي بيقدمها محمد صلاح. يعني اعتقد المشهد لا كان حلو قوي، يعني المشهد جميل جدا ومعبر. محمد صلاح هي النقطه اللي كنا بنتكلم فيها، وانه كان صعب الواحد يتوقع يعني الدرجه اللي وصلها محمد صلاح في تطور الاداء واستمراريته ووجوده على القمه في انجلترا كان جاي من انه التجارب السابقه ما كانتش بتقول كده. يعني احنا شفنا كتير لعيبه احترفوا بره وادوا مع فرق كبيره لكن ما كملوش، فما نقدرش نقول ان حد ممكن يكون متوقع المستوى اللي وصل له صلاح دلوقتي. لكن في نفس الوقت محمد صلاح على يعني بيسير بخطى ثابته نحو انه يكون واحد من الايقونات والاساطير اللي خرجت من الكرة العربية والكرة المصرية والكرة الأفريقية عموما. مش هيقل عن دروجبا، مش هيقل عن ساموليتو، مش هيقل عن جورج ويا، الأسامي الكبيرة اللي كانت خرجت من أفريقيا وأدت بشكل قوي جدا في أوروبا. يمكن مش شايف ان في لعيب في تاريخ الكرة العربية عمل نفس اللي عمله محمد صلاح. هنقول كابتن رابح ماجر في الجزائر طبعا. انه عشان اخذ تشامبيونز ليج، لكن محمد صلاح لسه العمر قدامه، لسه قدامه فرص كتير انه يكون موجود كمان في فرق اكبر. يعني وجوده في ليفربول دلوقتي انه ممكن يكون في خطوه بعد كده اكبر من كده، اعتقد ان ده مؤشر كلها مؤشرات جيده. يعني هل شايف محمد صلاح والزياره الاخيره اللي بمناسبه عيد الكريسماس اللي طبعا يعني على الابواب في اوروبا وخاصه انجلترا، والزياره لمستشفى فيها اطفال ذوي احتياجات خاصه بيقدم ليهم الهدايا هو وزمايله، لكن وجوده على راس لعيبه ليفربول شايف ده ازاي؟ شايف محمد صلاح فعلا الناس بتحبه يعني غير ان هو جوه الملعب لاعب محترف ولاعب عنده مهارات ولاعب هداف ولاعب قادر يصنع الفارق مع ليفربول فعشان كده الناس بتحبه، ولا كمان بره الملعب الناس بتحب محمد صلاح علشان سلوكياته واخلاقياته وتعامله مع الصغير واحترامه للصغير قبل احترامه للكبير؟ لا هي دي حقيقه، يعني عندك حق، والموضوع ده مهم ان احنا نستعرض فيه نقطتين مهمين قوي. النقطه الاولى ان محمد صلاح هو نجم الشباك الاول لليفربول، دي مفروغ منها. النقطه الثانيه فكره استيعاب محمد صلاح وتغييره لثقافته ما بين انه كان هنا في مستوى احترافي يعني مكان اقل شويه من اوروبا او بشكل اقل من اوروبا، لكن هو
في انجلترا بيتعلم حاجه اسمها المسؤوليه المجتمعيه للنجم الرياضي او للنادي الرياضي او للمؤسسه الرياضيه الكبيره، ويمكن ده كمان اللي بيسعى النادي الاهلي واعلن عنه في برنامج الكابتن محمود الخطيب انه هيتبناه الفتره اللي جايه، هيكون في مؤسسه مكتن للانديه الرياضيه والهيئات الرياضيه على مستوى العالم. وهو ده التجسيد بتاعها الزياره اللي عملها ليفربول للمستشفى لاسعاد الاطفال قبل احتفالات الكريسماس، هو ده يعني غرض من الاغراض الاجتماعيه والاخلاقيه للرياضه. انت ازاي انت كنجم والناس كلها بتحبك وليك شعبيه كبيره وبتعمل اعلانات بملايين وبتقبض ملايين، لكن انت دورك تجاه المجتمع ايه؟ سواء في مصر، في افريقيا، في انجلترا، انت دورك مع المجتمع ايه؟ لو مجرد ان انت بتخلي مجموعه اطفال بيعانوا من 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 مرض او عندهم مشكله لا قدر الله، ولكن انت بتروح وبتسعدهم بوجودك معاهم وبتضفي نوع من البهجه على الجو اللي هم فيه، ده اسمه نوع من المسؤوليه المجتمعيه. اعتقد ان محمد صلاح ايجابي جدا في انه يتعلم ده في ليفربول. احنا شفنا الفيديو، شفنا محمد صلاح ازاي بيحتفل مع الاطفال الصغيرين وازاي بيدخل السرور والبهجه عليهم، علشان كده زي ما هو فرحهم ان شاء الله ربنا يفرحه بكره ويحرز اول هدف في مرمى مانشستر. تعال نشوف ازاي محمد صلاح وزمايله كانوا في زيارة لمستشفى في ليفربول مع الأطفال. It's the best appearance of the year. The stories of the kids, they are just outstanding. It's for us easy to come in and have few nice words, but what the families are doing here, what all the guys in the hospital are doing is just outstanding. So I feel really touched in a moment. So it was. The stories we heard so far are incredible. I just personally, I like to do it. I like to see the faces when we come in the room and see the kids how happy they are, and it's something special. And it's not a great place to be, the hospital normally, and to give them the extra little bit of support that we give could make the difference for them. Here you go. It doesn't make noise though, this one. I'll put it here for you, yeah? You know, when you're fit and you're running around, sometimes you can take for granted how lucky you are. Obviously, I've had a tough year so far going through this injury, but I just come here and I've always known there's people like this out there that are going through a lot worse than what I am. And, you know, I thank people like this for being so inspirational. The smiles that I've seen on their faces and, you know, it keeps me going every day. I'm glad that they let us come and see them today. I see Mo Salah. He was amazing. Well, I was looking for him, that's true, but I was like happy to see him. I like felt like I was famous. I like talking to him, and I like, and right now I like being on TV. It's great to see the reaction of the kids. It's something unbelievable. They make me smile from inside. So, but you know, as I said, everyone is happy to come here. So we are happy to be together because it's a great feeling when you see the kids happy to see you and have a smile in their face. Yeah, it's great. Did you school? Well, I'm proud of all the Liverpool players. They're being progress and I think a lot. And the coach, I think he's good. Look, how it always is, all the challenges in life, and they make you stronger if you go through it. So, and for these babies, they have them obviously much too early, absolutely. But at the end, they deal with what they got. Eh? So they, it's not perfect in a moment, but they deal with it, the families deal with it. It brings you so close together. But you cannot do it without the right people around you. And what this hospital is delivering of with support-wise and stuff, it's just incredible. It was really nice because the people who was unhappy and not well, they might have made them feel better. يعني عمر، ممكن مدرب مصري نشوفه أو مدير فني مصري نشوفه في زيارة لأحد المستشفيات اللي فيها الأطفال ويلبس زي يورجن كلوب كده الزعبوط بتاع البابا نويل ويروح يديهم هدايا؟ طيب ولا خاف من السوشيال ميديا؟ والسوشيال ميديا تعمل فيه ايه؟ يعني خلينا واضحين. السوشيال ميديا لو شافت مدرب مصري عامل كده لا هتستغرب. طب ايه الأهم، ان هو يدخل سرور او يدخل بهجة على اطفال صغيرة،
كمسؤوليه مجتمعيه على البرستيج. لا لا، لو هو حابب يعمل ده اكيد هيعمله، مش هيهتم للسوشيال ميديا ولا ردود الفعل. هو في النهايه بيعمل عمل خيري، عمل تطوعي، مش هياخد عليه فلوس. هو في النهايه مسؤوليه مجتمعيه ليه وللنادي بتاعه اللي بيمثله او الهيئه اللي بيمثلها. فاعتقد انه بس في مصر صعبه شويه. طب هل ممكن السوشيال ميديا ان هي تاخد يعني موضوع في يعني انبساط للاطفال، او ان انت بتبسط اطفال، ان هو يبقى ماده للسخريه على السوشيال ميديا؟ والله انت بص، لا تامن غدر السوشيال ميديا اليومين دول حقيقي بصراحه. فاحنا ممكن نطلع من الحلقه نلاقي معمول علينا كوميكس عادي جدا. صح مالها صح. يعني اعتقد انها تبقى صعبه شويه في مصر. طيب عشان دلوقتي بيجري بسرعه، نروح معاك للدوري الاسباني اللي اتلعب منه لقاءات اليوم. ختافي بيفوز 1-0 على ريال سوسيداد. بلد الوليد بتخسر على ملعبها 2-3 من اتلتيكو مدريد، وريال مدريد بيفوز على رايو فايكانو على ملعبه 1-0 في مباراه او نتيجه هزيله جدا. مودريتش في اول مباراه ليه على ملعبه بعد التتويج بالبالون دور لاول مره في مسيرته، لكن بعض الغيابات وبعض الاصابات اللي كانت موجوده في فريق ريال مدريد، يعني تشكيل بيغيب عنه بعض اللعيبه. طبعا اسينسيو كان موجود، لوكاس فاسكيز، كريم بنزيما، ثلاثي هجومي، مودريتش ولوريانتي وتوني كروس ومارسيلو وراموس وفاران وكارفخال في خط الدفاع، وكورتوا في حراسه المرمى. هل انت شايف ان فريق ريال مدريد يفوز 1-0 بس على ملعبه ضد فريق هزيل زي راي فايكانو، هل انت شايف ان دي بيلعب على 3 نقاط بس، ولا الظروف الحاليه ريال مدريد مع النتيجه وال3 نقاط دول مهمين الفتره دي وخلاص؟ شوف، انا كان لي حوار قريب مع ايميليو بوتراجينيو نجم ريال مدريد ومدير العلاقات المؤسسيه في النادي في الوقت الحالي. اعتقد انه ريال مدريد هياخد وقت في التعافي من خروج رونالدو من البرنابيو ليوفنتوس الايطالي. يعني لو شايف الشكل الفرقه كمان في الملعب، لا في قله حيله برضو عند ريال مدريد مع سولاري، يمكن خبطتين كبار رونالدو وزيدان ان هم يكونوا بره ريال مدريد في الوقت الحالي. نتائج واضحه جدا لما تشوف سيسكا موسكو بيكسب ريال مدريد 3-0 على ارضه، لا غريبه جدا. في نفس الوقت فوز صعب وهزيل على رايو فايكانو في الدوري بهدف، اعتقد الموضوع لا صعب شويه، هياخد وقت، محتاجين. اصابه بيل وكاسيميرو عمر، هل انت شايف ان هي مؤثره للحد ده مع فريق ريال مدريد، ولا كاسيميرو اكتر؟ علشان احنا بنشوف لما جارث بيل بيكون موجود ما بيكونش فيه الفرق المستوى الرهيب في اداء ريال مدريد. شوف، هو تاثير رونالدو باين، رونالدو، لكن كاسيميرو عادي. لا لا طبعا كاسيميرو، ما هو هناخدها واحده واحده. لو رونالدو موجود في ريال مدريد، اصابه جارث بيل عمرها ما هتبقى مؤثره، لانه كمان جارث بيل بيتصاب اكتر ما بيلعب. يعني لو رجعنا السجل للاصابات بتاعه، هنلاقيه من اول انتقاله لريال مدريد وهو بيصاب اكتر ما بيشارك. هل هو يعني يطلق عليه او يستحق لقب الرجل الزجاجي؟ لا طبعا، لانه كمان جارث بيل اللي وصل في وقت من الاوقات ان هو كان اغلى لاعب في العالم في الوقت اللي تعاقد فيه ريال مدريد معاه من توتنهام. في نفس الوقت بنشوف عدد الاصابات بتاعه، لا سجل الاصابات بتاعه كبير قوي، كبير قوي يا عمر. يعني في نفس الوقت لا فوق لوكاس فاسكيز، لا الوضع مختلف شويه. يعني اعتقد انه برضو تاثير جارث بيل دلوقتي يبان عشان رونالدو مش موجود. طيب بكره هيبقى في لقاء ليفانتي وبرشلونه الساعه 10 الا ربع بتوقيت القاهره. هل انت شايف ان الصحوه اللي برشلونه فيها حاليا وتصدره لمجموعته في الشامبيونز ليج، وكمان تصدره في بطوله الدوري ماشي بشكل كويس، ميسي بيتالق، هو حتى بعيد عن التتويج بالالقاب، هل انت شايف ان برشلونه قادر على الحصول وحصد ال3 نقاط، ولا ليفانتي ممكن يستغل ان المباراه على ارضه وسط جمهوره؟ لا ما اعتقدش، يعني هو برشلونه اقرب للفوز وحصد 3 نقاط. يمكن ميسي دلوقتي بيحاول ان هو يكون متواجد على الساحه بالشكل اللي يسمح له انه يعود تاني لمنصات التتويج، وانه يثبت انه خلاص ان ميسي ما انتهاش، انه برده زي ما رونالدو حب يثبت ان رونالدو ما انتهاش وحب ياخد تجربه تانيه في الدوري الايطالي مع يوفنتوس. يمكن لسه التجربه صعبه شويه لرونالدو هناك، مش متاقلم قوي، لكن اعتقد انه برشلونه اقرب لحسم المباراه. طيب لرونالدو ويوفنتوس، للدوري الايطالي بقى نروح للدوري الايطالي، وانتر بيفوز على اودينيزي 1-0، وانت عارف ان انتر حتى على ملعبه في اخر مباراه ما قدرش يفوز ويصعد لدور 16 في الشامبيونز ليج، واللي خطف البطاقه هو توتنهام في اللحظات الاخيره من فريق برشلونه. هل انت شايف ان انتر حاليا بيمر بازمه؟ هل انت شايف ان انتر لا تليق به المكان اللي موجود فيه حاليا، سواء ان هو يروح لليوروبا ليج او انه بيفوز على اودينيزي 1-0 على ملعبه؟
يمكن الكرة الإيطالية كلها مش في المكانة اللي تليق بيها في الفترة دي. يعني لو شفنا ميلان بيتهدد من اليويفا بعدم المشاركة في البطولات وانتهاك قواعد اللعب النظيف بعد هوجة الملاك الجدد للأندية الإيطالية. أعتقد كمان أنه إنتر نفس المنوال، يعني إنتر بدأ مثلا سيزون اللي فات قوي جدا لكن ما قدرش أنه يستمر ولا يكمل. بنشوف دلوقتي أنه كان في اتجاه لأن هم يتعاقدوا مع أنطونيو كونتي، واتجاه أنه هم يتعاقدوا مع لوكا مودريتش، واضح أنه الاتجاه أنه هو ياخدوا النجوم اللي موجودين في الدوري الإسباني الفترة اللي جاية. أعتقد أنه لا، يعني إنتر الأمور صعبة بالنسبة له برضو زيه زي ميلان. يعني ميلان حتى الاختيارات نفسها مش منطقيه قوي، يعني جاتوزو مش هو المدير الفني اللي هيقدر يطور من الاداء ويقدر يرجع ميلان لمكانته مره تانية. اعتقد يعني انه مش يعني ده وقته. ينفع يا عمر يعني اس ميلان يخرج حتى من اليوروبا ليج؟ يعني هل ينفع ان اس ميلان؟ طب شفت خرج ازاي عمر؟ يعني شفت اولمبياكوس حتى من غير اللعيبه الاساسيه بتاعته. يعني عايز اقول لك احمد حسن كوكا مصاب وما زال لحد دلوقتي بيتعافى وكان بره القايمه، هو يعتبر فرود من الفراوده الاساسيين مع جوريرو. اكيد كمان معهم يعني لازاروس خريستو دولوبولوس وهو المهاجم الاساسي وسجل اهداف كتير السنه دي لاولمبياكوس، ما كانش بيلعب. ويايا توري فسخ عقده قبل المباراه، يعني برضو يعني ظروف اولمبياكوس نتيجه كبيره 3-1 نتيجه كبيره. هي يمكن عشان الماتش كمان في اليونان في اتينا، اعتقد انه برضو الموضوع كان فارق شويه ضغط الجماهير. بس ده اسم ميلان يا عمر. لا تاريخ. اسم ميلان كان زمان يا عمر، يعني احنا شفنا التاريخ فعلا وشفنا باولو مالديني، شفنا فرانك رايكرد، شفنا اسامي يعني قويه فان باستن وغيره وغيره، لكن دلوقتي الوضع اختلف. فكره دخول راس المال الاسيوي وهي جنوب شرق اسيا في الكوره في ايطاليا طب ما غريبه شويه. يوفنتوس ما فيش رجال اعمال. يوفنتوس كان نفس الظروف اللي بيمر بيها فريق اي سي ميلان وانتر. اي سي ميلان كان عنده المشاكل واليوفنتوس والاثنين كانوا موجودين في دوري الدرجه الثانيه، او يوفنتوس تحديدا اللي دلوقتي بيلعب حاليا مع تورينو وديربي مدينه تورينو وبين فريق تورينو ويوفنتوس، والنتيجه 0-0 في اول ربع ساعه. رونالدو اكيد موجود في التشكيله الرئيسيه، لكن يوفنتوس هو يوفنتوس. يوفنتوس حاليا بيقدم في الدوري الايطالي الموسم الحالي هيمنه وسيطره، متفوق على نابولي بفارق عدد نقاط كبير جدا، وممكن يعني قبل الدوري ما يخلص بشهر او بشهر ونص يكون حسم اللقب. هل تفتكر ان ابتعاد يوفنتوس عن نابولي في فارق النقاط هيريحه في قرعه دوري ابطال اوروبا؟ ده اكيد، وعايزين نقول ان يوفنتوس هو يعني نقدر نقول زي النادي الاهلي في مصر كده، لما نادي الاهلي بيكون في حالته هو اول الدوري والباقي كله مع نفسه، يعني هو ده الواقع اللي بنشوفه. يوفنتوس نفس الكلام في ايطاليا. يمكن الوضع بالنسبه للدوري الايطالي مختلف شويه، نابولي شويه بينافس بيحاول يظهر في الصوره الفتره اللي فاتت، اكتر من موسم بيحاول ان هو يعني يمشي في سباق الدوري لحد مراحله الاخيره علشان يقدر يحقق حاجه او يقدر يخطف لقب من هيمنه يوفنتوس على البطوله المحليه في ايطاليا. اعتقد الموضوع صعب شويه، يعني نابولي حتى مع كارلو انشيلوتي تغييرات بيحاول يجيب لعيبه، عنده مجموعه لعيبه كويسه قوي. يوفنتوس نفس الكلام دلوقتي مع كريستيانو رونالدو، بيفكر انه يجيب مارسيلو، بيفكر في تدعيمات اكتر الفتره اللي جايه. اداره يوفنتوس نفسها للكوره مختلفه. يمكن تجربه الدوري الايطالي وانتر وميلان تحديدا مع الملاك الاسيويين بتوضح نقطه مهمه جدا ولازم الناس تاخد بالها منها، ان الكوره مش فلوس بس. يعني صح. حتى لو معاك الفلوس لو مش بتعرف تديرها صح ولو مش بتعرف تدير كوره صح، الفلوس مش هتمثل لك اي حاجه. الكوره علم، يعني انا شايف عمر زي يعني باكد على الكلام اللي انت بتقوله، هي الكوره علم مش فلوس او فهلوه او انا بفهم في الكوره او عندي خبره في الكوره فهعرف ادير. حتى المدير الفني لو مش بيذاكر ولو مش اب تو ديت يعني على طول ما عندوش تحديث لكل اللي بيحصل، ما اعتقدش ان هو هيعرف يدير. عايز اتكلم معاك في روما وكونتي اللي انت اتكلمت عليه وقلت ان هو بيحاولوا يعني يجيبوه فريق اسم ميلان، لكن اللي انا قريته في الصحف الايطاليه ان فرانشيسكو توتي بيحاول اقناع كونتي في انه يكون موجود مع روما علشان روما تحاول ان هي تعود من جديد زي العصور الذهبيه اللي شفناها لفريق روما، بغض النظر عن عدم حصولهم على بطولات، لكن روما مش في المكانه اللي تستحقها. يعني روما تقدر تقول انه المفروض يكون فريق بينافس على الاقل في الثلاثه الاوائل، لكن ده ما بنشوفوش بيحصل. يعني دايما رغم الاسامي الكبيره، شفنا توتي، دي روسي، باتيستوتا، جوارديولا، كل دول كانوا لعيبه في روما، لكن في نفس الوقت كان الموضوع بالنسبه لهم صعب في الحصول على بطوله، ولذلك في لعيبه كتير بتسيب روما وتمشي. احنا شفنا اليسون، شفنا محمد صلاح بعد فتره من التالق مع روما بيروحوا الدوري الانجليزي،
اعتقد كمان ان في لعيبه كتير سابت روما. انت عارف انا بجد روما يعني عملوا ايه؟ روما في اول تجربه او اول بيع لمحمد صلاح لليفربول باعوه ب 35 تقريبا او رقم في الثلاثينات لفريق ليفربول، بتكلم على استرليني مش بتكلم على اليورو. فحبوا ان هم يتعاقدوا مع اليسون بيكر، قال لك نبيعه ب 75 مليون. محمد صلاح اخذ احسن لاعب في الدوري الانجليزي وهداف الدوري الانجليزي، واليسون بيكر واحد من افضل حراس الموسم الحالي في العالم. دي حقيقة. فروما عندهم مشكله في التخطيط. لكن قبل ما نختم او قبل ما اخش معاك في الختام، خبر يهم جمهور النادي الاهلي. الأورجواياني مارتين لازاردي المدير الفني الأورجواياني في مفاوضات رسمية مع النادي الأهلي لتولي القيادة الفنية في الفترة المقبلة، وده هيتحدد من خلال الكابتن محمود الخطيب والكابتن سيد عبد الحفيظ في الفترة القادمة بعد الوصول المتقدم مع المدير الفني الأورجواياني لمرحلة متقدمة جدا من التفاوض. وبالتالي المدير الفني هيكون يا إما اليوم يا إما غدا في القاهرة. مارتين لازاردي المدير الفني الأورجواياني هو الأقرب للقيادة الفنية للنادي الأهلي. وزي ما حضراتكم شايفين الموقع الرسمي للنادي الأهلي كاتب الكلام اللي احنا بنقوله لحضراتكم حاليا علشان ده يكون رسميا من خلال قناة النادي الأهلي ومن خلال الموقع الرسمي في الخبر الخاص بالمدير الفني. وزي ما قلت لحضراتكم تاني هيكون موجود اليوم أو بكرة إن شاء الله على الأقل علشان يتابع الفريق في لقائه اللي ممكن يكون موجود فيه في الملعب يوم الاثنين، مباراة النادي الأهلي والنجوم، علشان بعدين النادي الأهلي هيتوجه مباشرة إلى إثيوبيا لمواجهة الدور أو مباراة العودة من دور الـ 32 لدوري أبطال أفريقيا. ليك أي تعليق؟ ما أقدرش أعلق لأنه ده يعني واضح إن كابتن الخطيب تكتم على كل المفاوضات اللي كان بيعملها الفترة اللي فاتت. خبر بره الصندوق تماما. خبر بره الصندوق تماما. مش حد يتوقع. ولا حتى المصدر المقرب قدر يعرفه، يعني خلينا نقول إنه لا، كابتن الخطيب واضح إنه قاد مفاوضات، ولحد ما أعلن في وقت زي ده مفيش ولا وسيلة إعلام في مصر أو بره مصر طرحت اسم مارتين إنه يكون موجود في النادي الأهلي الفترة اللي جاية. مدرسة أورجوانية أول مرة تشتغل في مصر، أعتقد إنه الخبر مفاجئ للجميع. يعني هو كان في أورجواياني لكن ما كانش مارتين، ما لا كان كارينيو، لكن كارينيو. لكن الاسم ده اول مره ان يطرح، يعني اعتقد ان يعني خطوه موفقه ومفاوضات واضح انها تمت في هدوء وبعيدا عن الاعلام تماما. فاعتقد ان شاء الله يعني اتمنى التوفيق للنادي الاهلي، واتمنى انه يكون اضافه للكره المصريه، لان احنا لما بنجيب مدربين اجانب احنا عايزين حد نستفيد منه، فاتمنى انه يمثل الاضافه دي. طيب الدوري الفرنسي وسريعا، كان في ثلاث لقاءات اتاجلوا اليوم بسبب الاحداث اللي موجوده في فرنسا. ديجون وباريس سان جيرمان اتاجل، ايضا مونبلييه ونانت اتاجل. الدوري الالماني سريعا واخيرا عايز اعرف منك، فوز هانوفر او فوز بايرن ميونخ على هانوفر 4-0، ودورتموند بيحافظ على الصدارة في مباراة قوية جدا أمام فيردر بريمن 2-1. هل أنت شايف أن دورتموند هيحقق اللقب الموسم الحالي ويكسر هيمنة فريق بايرن؟ هيحققه. لازم. طب أخلص السؤال. طيب لازم كوفيتش يمشي يا عمر، لازم كوفيتش يمشي. يعني طب ليه؟ طيب كوفيتش يمشي ليه؟ مش كميته مش مع بايرن ميونخ. طيب أنا شايف أن كمية أي حد مش ألماني مش بتنجح مع بايرن. طب هل ده عيب في البايرن ولا عيب في المدربين؟ لا عيب في البايرن، البايرن عندهم إيجو عالي قوي. يعني انت تشوف هم سموا نفسهم البافاريان، هم معتبرين نفسهم غير المانيا كلها كمان، يعني بايرن ميونخ شايفين نفسهم غير المانيا كلها. فاعتقد لا فعلا وجود اي مدرب غير الماني مع بايرن ميونخ الموضوع صعب. شفنا يوب هاينكس حتى في سنه المتقدم، لا لكن هو بيأدي معاهم بشكل هايل. هو في اكتر من جوارديولا، يعني جوارديولا مفيش بعد كده اللي بيعلم العالم كله كره القدم والتكتيك والتكنيك، كل حاجه بيعملها جوارديولا احنا اللي بنتعلم منها كمشاهدين او صحفيين او حتى المدربين هنا بيقلدوا. طبعا يعني لو تشوف تاكس جونياس اليوناني في وادي دجله هي نفس طريقه جوارديولا بحذافيرها بيطبقها. لكن مع بايرن ميونخ الموضوع صعب. لكن ما قدرش جوارديولا يحقق معاهم دوري الابطال، لكن هم كمان يا عمر عندهم استراتيجيه ان احنا ما نتعاقدش مع لعيبه اوفر برايست او لعيبه اسعارها عاليه عن الطبيعي. فانت شايف السياسه دي ممكن تنجح في ظل السوق الغالي جدا من لعيبه كره القدم؟ تنجح مع اللعيب المحلي هناك، وده سياسه اعتقد هي توجه دوله او توجه هم منهم لنفسهم، مش توجه دوله اللي بتفرضه عليهم، لا هو توجه منهم في المانيا
انه الفرصه للاعيب الالماني. انا ليه اروح اشتري لعيب ب 100 مليون يورو عشان يلعب في الدوري الالماني؟ عمر البنوبي الناقد الرياضي ببوابه اخبار اليوم، بشكرك شكرا جزيلا. انا سعدت بوجودي معك يا عمر. يعني وصلنا لاخر الفقره الكره العالميه في الاهلي الليله. تاني باكد لحضراتكم مارتين لازارتي المدير الفني الاورجواياني هو الاقرب للقياده الفنيه للنادي الاهلي خلال الايام القليله، وهيتم الاعلان عن كل حاجه بعد انتهاء المفاوضات رسميا مع الكابتن محمود الخطيب والمدير الفني اللي هيكون موجود في القاهره النهارده او بكره علشان يقفل كل التفاصيل الخاصه بتعاقده والجهاز المعاون، وعلى الارجح ان هو هيشاهد مباراه النجوم. بيقولوا لي دلوقتي ان هو وصل القاهره بالفعل وهيتم الاعلان عن كافه التفاصيل ان شاء الله لاحقا، لكن اكيد كل ده هيكون موجود معانا على الموقع الرسمي للنادي الاهلي او في قناة النادي الأهلي. نشوفكم إن شاء الله بكرة على ألف مليون خير. تصبحوا على خير والسلام عليكم وبركاته.